قبل أن تدق الساعة الخامسة لتعلن عن بدء حظر التجوال الجزئي، تشهد شوارع الديرة زحاما كبيرا. هناك من يحاول اللحاق على شراء بعض الأغراض أو من يسعى لإنجاز بعض الأعمال. كيف أثر الحظر على حركتي البيع والشراء؟ سؤال طرحناه على بعض المواطنين والمقيمين وكانت هذه الإجابة. في ناس لازم تشتري، في احتياجات تحتاجها الناس، بس القرار اللي اتخذوه بالحظر صراحة كلش مو صحيح. زحمة غير طبيعية، يعني اختناق مروري مو طبيعي، يعني كل واحد وحاجته طبعا، لأن الوقت قصير والساعة 3:30 المحلات تسكر، فاللي له حاجة يستقل هالوقت قبل الساعة 3:30. صدقني وقف كل شيء، يعني شو أنت بتشتغل من الساعة 8 للساعة 5، شو في للساعة 3 بعد، ما راح فيك تعمل شيء. كل شيء تأثر، نفسيتنا راحت كل، حتى نفسيتنا. شوف الزحمة، أنا الحين نص شارع كندي، ترى شوف الزحمة الحين، شوف الساعة 4 متى وصل البيت، مفروض أنه يخلونا إلى الساعة 7 أقل شيء يعني. الله يعيننا الله يعيننا، صار لي ساعتين واقف بقصة الشويخ، الله يعيننا. الحين مفروض الواحد يطلع الساعة 7 الصبح عشان يخلص شغله. إيه، الناس ما تبي تقعد ببيوتها، تأخذ احتياطاتها الصحية لكن ما تبي تقعد بالبيت.